صحة أغلى من الاثنين إلى الجمعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 9 مساء بتوقيت بيروت على راديو تموز. دكتورة أطياف إسماعيل أخصائية النسائية والتوليد، نصائح وإرشادات. الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم يبدأ من عمر 25 سنة، كل 3 سنوات إلى 49 سنة، ثم كل 5 سنوات بعد سن 50 وحسب النتائج. إن أكثر الأمراض التي تصيب الجسم هي من زيادة الوزن والشد النفسي، أنصح بتنظيم الوزن والاسترخاء وإجراء التمارين الرياضية تمنع أكثر من نصف أمراض الجسم. التقليل من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية والتدخين مع تمارين الحوض يمنع السلس البولي. الخصوبة تكمن في الجسم السليم، تناول الغذاء الصحي، إجراء التمارين الرياضية، أخذ اللقاحات اللازمة ضد الأمراض مثل الحصبة الألمانية والجدري قبل الحمل. ويعطيكم ألف عافية. الصحة أغلى من الاثنين إلى الجمعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 9 مساء بتوقيت بيروت على راديو تموز.